الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي لعهد الكويت بتزكية أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومباركة أسرة آل الصباح لتوليه المنصب. ولد الشيخ مشعل عام 1940 وتلقى تعليمه في المدرسة المباركية ومن ثم في كلية هندن للشرطة في المملكة المتحدة. التحق بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب. عام 1967 صار رئيسا للمباحث العامة برتبة عقيد وتحولت في عهده إلى إدارة أمن الدولة. عينه أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رئيسا لديوانية شعراء النبط سنة 1977، وبموجب مرسوم صدر في أبريل 2014 تم تعيين الشيخ مشعل نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير. ولي العهد الجديد هو الابن السابع لأمير الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح. رافق الشيخ مشعل الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في رحلة علاجه الأخيرة في الولايات المتحدة.